تقول: ما حكم الاعتماد على تفاسير الأحلام؟ تفاسير الأحلام ليس لها تفسير معين أو كتاب معين، وإنما هذه فراسة يعطيها الله بعض الناس يتفرسون من حال الرأي ومن القرائن المحتفة بالرؤيا يلتمسون من ذلك تفسيرها، وغالبا ما يقع. أليس لتفسير الرؤى كتاب معين أو تفسير معين؟ وإنما هذا يختلف اختلاف الأشخاص اختلاف الأحوال. وكما ذكرنا تفسير الرؤيا هبة أو موهبة وفراسة يعطيها الله لمن شاء من عباده. نعم.